إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء في القرآن والسنة. تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تقديم أبو بكر عبد المعطي وأسامة العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوات الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ومع سؤال الحلقة 12. إخوات الإيمان، إن الله تعالى كما جعل الماء نعمة لعباده الطائعين، جعله إهلاكا وانتقاما من الكافرين، وذلك حين دعا نوح عليه السلام قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فلم يؤمن منهم إلا القليل، بل إنهم سخروا منه ومن دعوته. ثم أوحى الله إلى نبيه نوح عليه السلام أن يركب هو ومن معه من المؤمنين السفينة التي أمره الله أن يصنعها، وأن يأخذ معه من الحيوانات من كل زوجين اثنين. ثم أمر الله السماء أن تنهمر بالماء، وأمر الأرض أن تخرج الماء من بطونها على هيئة العيون حتى أغرق الكافرين. ونجا نوح ومن معه من المؤمنين. ثم أمر الله تعالى السماء أن تقلع عن المطر، وأمر الأرض أن تبلع الماء، واستوت السفينة على جبل الجودي. وسؤال حلقة اليوم، أذكر الآية الكريمة التي وردت في هذه القصة وذكر فيها الماء مع ذكر اسم السورة الكريمة. السؤال مرة أخرى، اذكر الآية الكريمة التي وردت في هذه القصة وذكر فيها الماء مع ذكر اسم السورة الكريمة. جوائز المسابقة: 5 جوائز، قيمة كل جائزة منها 1000 جنيه. مقدمة من وزارة الموارد المائية والري. تنشر المسابقة يوميا على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام. عنوان المراسلة: القاهرة، مسبيرو، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور 5، إذاعة القرآن الكريم. مسابقة الماء في القرآن والسنة. إلى اللقاء غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. الماء في القرآن والسنة. تسبح لك الأرض بما حوت من مياه جاريات. مسابقة يومية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، تقديم أبو بكر عبد المعطي وأسامة العربي.